وللحديث عن استمرار تفشي وباء كورونا في العراق مع تحذيرات من موجة خامسة للوباء ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا بك معنا دكتور إبراهيم. أهلا بك مشاهديك الكرام. حياكم الله دكتور إبراهيم. يعني تحذيرات من موجة خامسة قد تضرب العراق في الأسابيع القادمة، السؤال هنا لماذا تأخر تراجع معدلات الإصابة بالوباء في ظل تراجعه كما تعلم في أغلب دول العالم؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. مساء الأنوار. احنا سبب اللي دا يجري كليته بالعراق، السبب متأتي عن الفساد اللي يضرب أطنابه بكل مفاصل الدولة العراقية. اللقاح، أنا سمعت التقرير، لاستيراد اللقاحات بملايين الدولارات خسرت الدولة. للمعلومة العلمية، كل اللقاحات كانت من يعني بدون مقابل، بدون ثمن. منظمة الصحة العالمية، بعض الدول من ضمنها أمريكا اللي جابت هذا النظام علينا، اتهمت علينا، هم الأسباب. بعدين الرشوة المستمدة، أنا قلت لك وقلتها سابقا، اللي راحوا للعمرة واللي راحوا للحج مقابل الكارت مالت التلقيح، هذا نطوا عليه 100 دولار حتى يجي له الكارت للبيت، هو ما ملقح. بعدين أنا جتني تليفونات من التاج وبعض المناطق الأخرى، الملقح 3 جرعة، جرعة أولى وثانية وبوستر دوز، جرعة منشطة، وثلاثتهم العائلة بأكملها كلهم مصابين. إحنا هذا نعزيه إلى سلسلة التبريد. للمعلومة كهرباء صفر بالعراق، عدا الكهرباء، يعني حتى اللي عنده كهرباء بسجون المثنى وبسجون الناصرية وكذا يقطعون الكهرباء عن المعتقلين حتى يموتون. فإحنا احنا عايشين بدولة تذبح شعبها. في هذا الملف بالذات، من الذي يتحمل المسؤولية؟ هل هي وزارة الصحة فقط ام الحكومة باجمعها؟ الحكومة باجمعها. نعم، لان كلهم فاسدين. هي الهرم والان هسه ملتهين، تسريب الجثمة والصلاة الموحدة والشعب ده يندبح. نعم. يعني إلى أي مدى ترى أن الأعداد المعلنة من قبل الحكومة تمثل الأرقام الحقيقية للإصابات في العراق؟ أشك بذلك. هذا دون يقول الأرقام الحقيقية. أنا أقول لك، أنا دكتور إبراهيم أفوت المجالس العزاء كلهم يطلعون علي، لأن أنا لابس كمامة، مع العلم أنا ما أخذت 3 جرعة ولابس كمامة، ولا واحد لابس كمامة. انتبه أنت هسه. هذا الدولة العراقية، للمعلومة بس شغلة، أقل من 10% إحنا ملقحين من مجموع 40 مليون، ما عندنا 10 ملايين أو 8 ملايين ملقحين حقيقيين. في هذا الإطار يعني دكتور إبراهيم، هل ترى أن الحكومة لديها خطط حقيقية لمواجهة الوباء، وعلى رأسها يعني برامج التوعية، لا سيما وأن الحكومة تحمل المواطن فعليا مسؤولية استمرار الوباء؟ لا، المواطن، شوف، المواطن ممكن يتحمل 5% 7%. أول شيء للمعلومة، فقدان الثقة بين المواطن والسلطة والدولة. المواطن ما عنده ثقة بالدولة. يعني بري أوكيوباي اللي قدام ما عنده ثقة، فكل شيء بتحكي الدولة ما عنده ثقة بها. بدليل حتى اللقاحات اللي جابوها اللي يقول لك هذا مستورديها مئات الملايين، يكذب. لأنها مجانية كما ذكرت. تبرعات. نعم، جت تبرعات. وبدليل نير اكسباير، يعني قريب الجسمة، أنا اشرفت على بعض اللقاحات ادحك عليها، بها 20 يوم بها 15 يوم ولا ما بها مثلا 6 اشهر او 3 اشهر. نعم، يعني كيف ترى تعاطي الحكومة مع موضوع تثقيف المواطنين وتوعيتهم بضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وبطبيعة الحال لمواجهة هذا الوباء وأخذ اللقاحات أيضا؟ هل تعاملت بجدية مع هذا الموضوع؟ أخي العزيز، ما لا تعاملت وتتمنى المواطن العراقي، ما لها دخل بالمواطن العراقي. يمكن أكو بعض الشغلات بوزارة الصحة يقومون بها، بعض الأمور، والأمور الأخرى الدولة بعيدة كل البعد، السلطة سلطة المنطقة الخضراء بعيدة كل البعد عن المواطن.
نعم، كيف ترى أيضا التحذير من موجة خامسة قد تضرب العراق، موجة خامسة من هذا الوباء، ما الذي تقوله في هذا الصدد؟ بالضبط بالضبط، هسه احنا بالموجة الرابعة للأمانة، احنا بالموجة الخامسة إذا جتي هذه بعد العيد، بعد العيد وبعد هذا اللي راح دايته بالعراق واتهمت عليها مخيفة. بس للمعلومة المورتاليتي ريت يعني حالات الوفاة والدنيا قليلة بمقارنة الآلاف السابقة، يعني اكو تلقيح. احنا هسه دايجين الكيسات اللي تجي يعني الحجر مالتها خمس ايام، حمى ووهن عضلي وتعرق شديد، يعني علاجه ممكن بسيط. يعني نادرا دول الغير ملقحين والمصابين بامراض مزمنه هذول يدخلون الار سي يو العنايه المركزه. نعم، اذا كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد، طبيب العراقي الدكتور ابراهيم سليمان، شكرا جزيلا لك.